الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. بعد أيام قلائل يطل علينا موسم عاشوراء الإباء والفداء، وسيتشح العالم الحر في كل بقاع الأرض بالسواد، إيذانا بإحياء ذكرى ثورة الحرية الحمراء والكرامة الإنسانية، الثورة التي فجرها أبو الأحرار سيد الشهداء الإمام الحسين حفيد رسول الله صلوات الله عليهم في محرم من العام 61 للهجرة، وستصدح الحناجر المليونية في كل أنحاء العالم بشعارات سيد الشهداء المقدسة، مجددة العهد والوفاء على حفظ خط العزة والكرامة مهما كلف ذلك من ثمن في مواجهة الظلم والطغيان والجور الحاكم. ونحن في البحرين إذ نمر بحالة مشابهة لما كان عليه عهد الاستبداد والديكتاتورية في زمن يزيد، حيث يعيش شعبنا الأبي ظروفا قاهرة مشحونة بالظلم والجور، ويواجه محاولة بائسة من الكيان الخليفي المستبد لإخضاع إرادته وفرض حكمه عليه كأمر واقع، وإرغامه على القبول بسلطته الغاشمة تحت وقع القمع وأساليب القهر والإكراه بالقوة. فإننا نستلهم من ذكرى عاشوراء أبي الأحرار وسيد الكرامة أبي عبد الله الحسين عليه السلام النهج والبصيرة في مواجهة آلة الاستبداد والديكتاتورية ومحاولاتها فرض إرادتها بقوة القمع والإكراه وعدم الخضوع والخنوع للسلطات الظالمة والغاشمة. إن عاشوراء أبي الأحرار مدرسة يتواضع لقامتها الأحرار والشرفاء في العالم، وهم يتعلمون فيها كل معاني الإباء والشموخ والكرامة. فوالله لا أعطيكم بيدي إعطاء الدليل، ولا أقر لكم إقرار العبيد، وإني أحامي أبدا عن ديني. عندما يمعن الطاغية في إذلال الناس بهدف إرغامهم على الخضوع والطاعة، يقابله الشعب بالراية الخفاقة في سماء مواجهة الطغاة التي رفعها أبو الأحرار، وهي راية هيهات منا الذلة ليحسم بها الموقف في المواجهة. فعندما يعمد الطغاة إلى حصر كل الخيارات بين خيارين لا ثالث لهما، إما الاستسلام أو القتل، يعلمنا أبو الأحرار اختيار طريق العزة والكرامة والشهادة على أن نسلك طريق الذل والهوان بالاستسلام والخنوع. وستظل راية هيهات منا الذلة خالدة بأيدي الشرفاء والأحرار حتى نهاية التاريخ، تزيدهم عزيمة وإصرارا على عدم الخضوع والاستكانة. ولأننا في البحرين نواجه حكما طاغيا ومتجبرا يريد أن يفرض على شعبنا الأبي حكمه ويدفعه إلى الاستسلام له، فإن شعارنا الذي عقدنا العزم عليه لهذا العام استلهاما من سيرة أبي الأحرار عليه السلام هو هيهات منا الذلة، ليكون الراية الخفاقة عاليا في مواجهة الطغمة الحاكمة، وهي تمارس أشد أنواع القمع والبطش لإخضاعنا لها. ولكن بثبات وعزيمة الأحرار نقولها للنظام الدكتاتوري الخليفي: هيهات منا الذلة، يا شعبنا الصابر والمجاهد، ويا شبابنا الأحرار، لقد تجسدت قيم عاشوراء النهضة الحسينية المباركة في مسيرتنا لانتزاع وطن تزخر فيه الكرامة وقيمها من العدل والحرية والمساواة وتزدهر. ولقد كنا طوال المسيرة نتمسك بنهج العزة والإباء الذي تعلمناه من مدرسة عاشوراء الحسين عليه السلام. وهذا العام
سيكون امتدادا لتلك المسيرة تحت الشعار الموحد لهذا العام: هيهات منا الذل، من جهة، ومن جهة أخرى التكامل مع شعار العلماء المجاهدين والأفاضل: إني أبدا أحامي عن ديني. ورسالتنا واضحة: إننا لن نستسلم لقمع السلطة وإرهابها وإرعابها، وسنواصل مقارعتها لوضع حد لليل طويل حالك من الظلم والاضطهاد الذي تمارسه السلطة ضدنا. إننا نؤكد أن سريان الشعار العظيم هيهات منا الذلة منذ كربلاء حتى اليوم، ورباط علاقتنا بكربلاء الحسين عليه السلام، ليست أمرا قابلا للاستئصال مهما حاولت الطغمة الحاكمة فصلنا عن مدرسة الطف. وشعبنا جميعه حسيني بالفطرة، والحسين يسري في عروقنا حتى النهاية، ولن يتوقف مهما حاول الطغاة مسخ هذه الحقيقة أو تحريفها. إننا من منطلق واجب رد الظلم ودفع المظالم سنواجه كل ما يحل علينا بالجهاد الحسيني الرافض للذل والأمر الواقع الذي يفرضه النظام الدكتاتوري الفاقد للشرعية. وهيهات منا الذلة تعني أننا لن نقبل المساومة على كرامتنا، وسنواصل الطريق حتى ينتهي ليل الظلم والاستبداد وترفرف راية الحرية والعدالة والمساواة في بلادنا. وهنا يا شعبنا الأبي، هيهات منا الذلة تعني ألا تغفو جفوننا، ولنا حقوق مضيعة ووطن مغتصب وكرامة مسلوبة. هيهات منا الذلة تعني أن مثل شعبنا لا يبايع مثل حمد الساقط قاتل النفس المحترمة ومنتهك الأعراض وشارب الخمر ومعاقر الفساد والفجور. هيهات منا الذلة تعني أننا سنظل على العهد والوفاء لدماء شهدائنا الأبرار الذين قضوا بسبب بطش السلطة وقمعها واستهدارها بالأرواح الأبية. هيهات منا الذلة تعني أننا لا نضيع دماء شهدائنا لأي حسابات كانت، وأننا ثابتون على النهج حتى القصاص العادل من القتلة المجرمين، وألا نرضى عن ذلك بدلا. هيهات منا الذلة تعني ألا نترك حرائرنا وأسرانا بالسجون من أبناء وطني الغالي الذي يذيقهم النظام الدكتاتوري المجرم سوء العذاب. هيهات منا الذلة تعني أن ننتصر للحق والعدالة والحرية، وأن نرفض الباطل مهما تسلح بالظلم والجبروت والبطش والانتقام. ولنتذكر قوله تعالى: إنا من المجرمين منتقمون، ونصر من الله وفتح قريب.